موجز الأخبار من حلب اليوم. وكالة أسوشيتد بريس تنقل عن مسؤول استخباراتي أمريكي رفيع قوله إن الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا نفذت بناء على معلومات استخباراتية أمريكية، مؤكدا أن وزير الخارجية مايك بومبيو ناقشها مع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يوسي كوهين في اجتماع عام بواشنطن. ولاية غازي عنتاب التركية تعلن في بيان اعتقال شخصين وإحباط هجوم انتحاري كان يستهدف المستشفى الحكومي بمدينة جرابلس بريف حلب شمالي سوريا. وزارة الخارجية الفرنسية تعلن استعادة 7 أطفال من عوائل تنظيم الدولة من مخيم الهول في ريف الحسكة، وبذلك يكون مجموع الأطفال الذين أعادتهم فرنسا من سوريا قد وصل إلى 35 طفلا منذ آذار عام 2019. محافظة دمشق التابعة للنظام تعلن رسوم تسجيل جديدة وبدلات مالية بلغت 150 ألف ليرة سورية للسيارات اللبنانية والأردنية العاملة على خطوط النقل الخارجي والمسجلة في كراج السومرية بدمشق. مديرية الصحة في ولاية شنلي أورفا التركية تفتتح وحدة عناية مركزة لحديث الولادة بمدينة تل أبيض في ريف الرقة شمالية سوريا، وتضم الوحدة 10 حضانات للأطفال وجهازين للعلاج بالضوء. الدفاع المدني يقول إن فرقه نقلت جثامين 5 أشخاص من مشافي فيروس كورونا في إدلب وريف حلب، فيما سجلت فرق الترصد الوبائي 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا.